انا جيت، انا عامل كيك فراوله خطير وسهل جدا، طعمه حلو قوي. اقول لكم المقادير، بصوا انا معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه ملح، هنحتاج كمان معاهم نص معلقه صغيره من القرفه، ممكن اقل رشه قرفه مثلا، هنحتاج كمان نص معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي بنحطها في الطعميه، تمام؟ دي الماده الرافعه بتاعت البيكنج صودا اقوى من البيكنج باودر، اوقات بنحتاجها في الكيكات اللي بيبقى فيها فاكهه، تمام؟ او مش فيها فاكهه، يعني يكون فيها الفاكهه حامضه شويه زي البرتقال زي الليمون زي الفراوله، احنا بنعتبر الفراوله برضو من الفواكه الحامضه شويه، فان احنا نضيف البيكنج صودا في خليط الكيك ده بيفرق جدا في الهشاشه بتاعتها، وهيبقى اقوى من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيبقى ضعيف ومش هيعمل تاثير حلو قوي زي البيكنج صودا، تمام؟ فعشان كده ايه، انا بفضل ان احنا نحط البيكنج صودا، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا مع خليط الكيك ده، تمام؟ هنحط كمان كوبايتين من السكر البودره المنخول، معانا تقريبا اربع بيضات، ايوه اربع بيضات، وطبعا فانيليا، هنحتاج كمان كوبايه من الزيت، ومثلا يعني مقدار كوبايه ونص ولا كوبايتين من الفراوله اللي متقطعه مكعبات صغيره، ورشين عليهم كده معلقتين سكر عشان الفراوله تسكر كده وتنزل ميتها وتفرق قوي في طعم الكيك، بس كده خطيره ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم قوي. الاربع بيضات هنكسرهم، ادي بيضه والثانيه والثالثه والرابعه، اربع بيضات، ونحط معاهم الفانيليا. انت فانيليا؟ لا مش انت، طب يبقى انت ولا انت، يبقى اكيد انت، هي دي صح. نحط الفانيليا والمضرب بقى، هي اما المضرب اليدوي او المضرب الكهربائي، انا هستخدم المضرب الكهربائي هينجز معانا على طول، وبنعتذر عن الازعاج. بسم الله. كوبايه الزيت هحطها وهكمل ضرب، وبعد كده وانا بضرب هقوم حاطه السكر البودره المنخول، تمام؟ يلا بسم الله. اسف على هذا الازعاج، على شكيكة الفراولة بقى. عايزة بقى كده اجيب الاسباتيولا الحلوة دي وابتدي بقى ايه، الم كل الزيادة. انا ضربت الكيك وعملت الفراغ اللي انا محتاجة اعمله فيه وبقى تمام التمام كده، فاضل بقى ايه، نحط على الدقيق اللي معانا مقدار الدقيق اللي هو كوبايتين دقيق، رشة ملح كده خفيفة، وهنحط سنة قرفة، وزي ما اتفقنا البيكنج صودا، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا كده اهو، هاخد منهم كده شويه احطهم كده على الفراوله، تمام؟ حبه صغننين كده، وهنزل بمقدار الايه، الدقيق، ونقلب علشان الكيك كله يختلط مع بعضه كده، واخر حاجه هقوم نازله بالفراوله. بس نعملها بقى في قوالب كب كيك، نعملها في صينيه انجلش كيك اللي هي المستطيله الكبيره، نعملها في صينيه مدوره، الصينيه اللي عندك مفيش مشكله. مقدار الكيك ده بيحتاج لو صينيه مدوره تكون مقاس 26 علشان الكيك يطلع معاكي مرتفع وشكله حلو،
وطبعا الكيك ده الخليط بتاعه بيبقى سميك، ما بيبقاش سايب كده، احنا مش حاطين فيه لبن ولا حاجه، فبتبقى الخلطه بتاعته كده ايه تقيله شويه كده. اهو اهو بهذا الشكل الظريف، ونقوم حاطين بقى ايه الفراوله اللي بالدقيق اللي احنا ايه محضرينها دي، وكمان ايه كنا حاطين عليها سكر. بعد ما قطعنا الفراوله مكعبات رشينا عليها معلقتين كبار من السكر، وسبناها كده ايه دقيقتين ثلاثه عقبال ما نعمل ايه خليط الكيك. فبقى معانا جاهز اهو كده زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم ممكن نحطها في قالب الانجليش كيك، او ممكن نحطها في قوالب الكب كيك زي اللي معايا دي هنا اهو كده. ممكن نجيب بتاعه الايس كريم كده، بسم الله بالشكل ده، ونبقى مسخنين الفرن، فرن سخن درجه حراره 180 علشان نحط كل الكيك اللطيف ده. طبعا ما دام احنا حاطينها كب كيك يبقى مده التسويه بتاعتها هتقل وهتختلف قوي، غير لما نكون مدخلين الكيك في صينيه كبيره. يعني احنا دلوقتي ككب كيك هيدخل زي اللي انا عاملاه ده كده بالظبط، هياخد له تقريبا 12 دقيقه 14 دقيقه في الحدود دي. لكن لو دخلناه قالب على بعضه كبير انجلش كيك او صينيه مدوره ممكن يوصل لغايه 50 دقيقه كمان، تمام. فاحنا في جميع الاحوال بنختبره، لو حاطينه في الكب كيك بنفتح عليه بعد 10 دقائق علشان نتاكد ان الكب كيك استوى ولا لسه محتاج شويه، ولو حاطينه في قالب كيك كبير ما بنفتحش عليه الفرن قبل 35 دقيقه، ونبتدي بقى ايه نشوف اخبار التسويه بتاعته ايه وهيحتاج وقت قد ايه. ولازم تكون درجه حراره الفرن 180 مش اعلى من كده علشان الكيك ما يبقاش ني من جوه ويبقى بس اتحرق من بره كده واخد لون غامق وهو من جوه ني، تمام. ويفضل في الكيكات اللي هي بتبقى لونها فاتحه اللي ما فيهاش شوكولاته ان انت تختاري الصينيه تكون لونها فاتح عشان ما تاثرش على لون الكيك، بس كده. وبيطلع بقى خطير، احنا عاملينه انجلش كيك وعاملينه كب كيك خطير يا جماعه، وطعم الفراوله فيه بتبقى تحفه. لو عايزه تاكليها كده معاها معلقتين زبادي يا سلام، اخر لذيذه. او حتى معلقه عسل ابيض بتبقى حلوه جدا، او حتى ولا اي حاجه خالص، هي سلايز الكيك الحلو ده مع كوبايه شاي بلبن تبقى خطيره. استاذه سموره هتجيبه لكم حالا. بصوا خطير شكل الفراوله فيه كمان كده من جوه اللي هو الانجليش كيك ده، هتلاقوا الفراوله كده من جوه ايه متقطعه فيه قطع، خطير. وصفه سهله وظريفه جدا وتنفع في الفطار، جربوها كده قولوا لنا ايه رايكم. انا بشكركم قوي ان انتم بتتفرجوا عليا، الحلقه خلصت. عملنا الراس الفلاحي بطريقه تحفه، جربوها كده قولوا لنا ايه رايكم، ان شاء الله تنبسطوا منها قوي، خطيره بصوا وطريه كده وتجنن تجنن، ان شاء الله تنبسطوا منها. والوصفه الثانيه عملنا كيك الفراوله، وصفه برضو ظريفه ورايقه كده على الفطار الصبح، ان شاء الله تعجبكم. بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.